بكده مجموعة مصر مش هيكون فيها فرصة لمنتخب يصعد كمركز تاني. خلينا نتكلم أكتر عن التفاصيل ونتكلم عن أداء المنتخب والأدوار الإقصائية. معانا على التليفون الناقد الرياضي أيمن بدرة. صباح الخير عليك. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين الكرام. اهلا بيك استاذ ايمن. احنا داخلين المباراه امبارح واحنا مطمنين نسبيا، احنا عارفين ان احنا الكفه لو قلناها باللغه الدارجه كده بالطب في صالحنا، ولكن دايما المباريات بين مصر والسودان وقتها بنلاقي صحوه كده في المنتخب السوداني وبنلاقيهم فجاه بيحصل تطور شديد في ادائهم. امبارح المباراه لو نقدر نقول عليها او نقدر نقسمها، نقدر نقول انها متقسمه لجزئين، الجزء الاول سيطره شديده من المنتخب المصري، الجزء الثاني تراخي شديد، او الشوط الثاني كان فيه تراخي شديد من المنتخب المصري. لو قلنا بقى الشوط الاول نقدر نسميه شوط ايه؟ الفرص المهدره. هو طبعا حضرتك الاول بنقول الحمد لله انه المنتخب حقق الهدف بان احنا قدرنا ناخد الثلاث نقاط من المباراه ونحتل وصافه المجموعه، لكن يعني الاداء نقدر نقول انه مقبول. مقبول باعتباره انه هو حقق لنا الهدف المأمول، لكن هو لا يرقى الى مستوى الاعجاب والفخر والاطمئنان اللي يعني بيبقى في قلوب الجماهير ان منتخبها قادر على ان هو يواصل مشوار. احنا بنمشيين خطوه بخطوه، عندنا حذر شديد جدا بتفريضه المباريات السابقه للمنتخب الثلاثه لانه الاداء يعني غير مطمئن، وبتفريضه ايضا ظروف البطوله كلها. ظروف البطوله انه احنا بنلاقي مفاجاه كبيره زي اللي عملها منتخب جزر القمر مع منتخب غانا. بنلاقي تعادل ما بين اسود الاطلس المنتخب المغربي القوي مع الجابون وبصعوبه. بنلاقي نتائج الحقيقه بتخلينا نكون في حاله شديده من الحذر. بالامس كان في سيطره، نسبه السيطره للمنتخب المصري وصلت حوالي 62% من الاستحواذ على الكوره مقابل 38% لمنتخب السودان، لكن هي سيطره بدون فاعليه. احنا بنحوم حول منطقه الجزاء، الكرات المرتده من المنتخب السوداني احيانا كانت بتسبب لنا يعني حاله من القلق، يمكن في الدقيقه 80 كان ممكن المنتخب السوداني يتعادل، لكن احنا لم نصل بعد الى فك الغاز الحاله اللي بيوصل لها المنتخب ان هو غير قادر على صناعه فرص حقيقيه على المرمى. التهدير الكتير اللي حصل امبارح خصوصا في الشوط الاول، والله لو يصح لنا القول ان التهدير كان موجود من الجانبين، ولكن من الجانب المصري كان اكتر بكتير في الشوط الاول. يمكن الشوط الثاني المنتخب المصري كان، ودي عادة أعتقد أنا مش عارفة إحنا هنبطلها إمتى، بعد إحرازنا الهدف بننام، بنكتفي بهذا القدر وما بنحاولش إن إحنا نكمل بعده. هو الحقيقة يعني برضو زي بقول لحضرتك وزي ما حضرتك أشرتي كده، إحنا بيبقى عندنا حالة من إن إحنا خلاص حققنا المطلوب، عملنا اللي علينا وكفاية أوي، بارك يعني الله فيما رزق. بس هو برضو في النهاية في يعني حاله من عدم او من قله الانسجام بين عناصر الفريق، في حاله خوف طبعا كان عليها محمد صلاح وهو معذور لانه كان في بعض الخشونه اللي يعني تعرض لها، بالاضافه الى انه يعني لسه خط وسط المنتخب المصري لم يصل بعد الى درجه التفاهم والقدره على ان هو يخلي محمد صلاح في الجزء ال 20 او 25 متر اللي هو بيجيد فيهم. طبعا كلنا كنا شفنا ان كان في رقابه ثلاثيه وعلى الاقل ثنائيه على محمد صلاح. الهدف زي ما حضرتك اشرتي كره عرضيه حطها محمد عبد المنعم براسه، وهي يمكن تقريبا الكره الوحيده او كرتين على المرمى فيهم خطوره. غير كده كان كل الكرات بتحوم حول منطقة الجزاء في الغالب، يعني يمكن كان في كرة للنني يعني شاطها بعيد كان فيها تهديد، لو كان فيها تركيز أكتر وكان فيها انسجام أكتر بين الفريق.
ما هي دي تسديدات من الخارج، لكن زي ما قلت لحضرتك يعني احنا مثلا في كره لصلاح هو والجون، فمعرفش كان في يعني دي من الامور التي لا يخطئها محمد صلاح في الدوري الانجليزي. هو عموما احنا محتاجين قدامنا اسبوع تقريبا او 6 ايام، مباراتنا المقبله ان شاء الله يوم الاربعاء، النهارده هيتحدد مين الطرف الاخر، هيبقى عندنا فرصة ان احنا ندرس المنافس، هيبقى عندنا فرصة اكبر لانه الجهاز الفني يعيد حساباته، عنده لاعبين يمكن استثمارهم بشكل اكبر، مثلا محمد شريف، عنده امام عاشور، عنده زيزو اللي نزل في تقديري متأخر شوية، وكان في تقديري وبعض الزملاء من النقاد والمحللين شفت ان هم كانوا بيتكلموا على انه كان يجب انه يبقى في مشاركه لزيزو من البدايه، وعبد الله السعيد ممكن يلعب جزء من الشوط الثاني يبقى اكثر رؤيه واكثر افاده. في حاجات نقدر نصلحها علشان نوصل الى حاله الاعجاب والاطمئنان لمنتخبنا انه قادر على ان هو يواصل المشوار في البطوله ويوصل الى ابعد نقطه، ونشوفه ان شاء الله باذن الله تعالى بيلعب في المباراه النهائيه. نتعشم خير ان شاء الله. الناقد الرياضي ايمن بدره، زي ما كنت بتقول نتعشم خير في منتخبنا الوطني وفي قدرته كمان على ان هو يقدر يواصل التقدم، يمكن كل ما يلعب مباريات اكتر كل ما تزيد حاله الانسجام اكتر، وده يظهر معانا اكتر في الملعب.